تحولات حديثة متسارعة يشهدها عالمنا اليوم تزيد من المخاوف على مستقبل الأجيال القادمة، خاصة وأن هذه التحولات تتمثل في أنماط الحياة والتفكير والإقبال المتزايد على وسائل التكنولوجيا كأدوات للمعرفة، ما يجعلنا أمام تحد خطير يهدد تراثنا وهويتنا العربية في ظل انفتاح الثقافات وتشابك الهويات. مقومات الهوية العربية من تاريخ واحد مشترك ولغة عربية وثقافة موحدة تدفعنا للحفاظ على التراث كبوابة لحماية الهوية الوطنية من الطمس. وسط مطالبات تنادي بضرورة الاندماج مع ثقافات أخرى ومواكبة مفهوم العولمة، الرقمنة تصبح تهديداً أمام خطوات حماية التراث بعد انتشار الكتاب الإلكتروني من جانب وتعرض بعض التراث في المتاحف العربية للدمار من جانب آخر في أعقاب سنوات الحروب والنزاعات التي شهدتها المنطقة العربية الأعوام الماضية. من أجل مواجهة هذه الإشكاليات الجسيمة التي تواجه مستقبل الهوية العربية، يجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة توثيق الأرشيف الثقافي العربي وحماية التراث وإعادة ترميم المتاحف التي تضم تاريخ وثقافة الشعوب العربية بين جدرانها، لتعزز الثقافة والهوية العربية حضورها رغم العالم الرقمي الذي نعيشه الآن.